صباح الخير على حضراتكم جميعا، أتمنى تكونوا بخير. إن شاء الله الظرف اللي بنمر بيه يعدي على خير وسلام. إن شاء الله محاضرتنا النهاردة هي المحاضرة الثانية، هنبتديها إن احنا نعرض أهداف المحاضرة. في نهاية المحاضرة حضراتكم هتقدروا تتعرفوا على أهداف البحث العلمي، المراحل المختلفة للبحث العلمي، خصائص البحث العلمي، مداخل البحث العلمي للحصول على المعرفة، أنواع البحوث، عناصر الأسلوب العلمي. دي هتكون آخر نقطة إن شاء الله هنتكلم فيها. طيب نبتدي بأول نقطة، هي أهداف البحث العلمي. طبعا إحنا الأهداف عندنا هتنقسم إلى 3 أهداف. الهدف الأول التوصيف اللي هو بسميه الديسكريبتيف، الهدف الثاني التنبؤ أو البريدكشن، الهدف الثالث اللي هو التفسير أو بنسميه الإكسبلانيشن. خد هدف هدف. بالنسبة للتوصيف أو الديسكريبشن، هو ده بيكون أول هدف من أهداف البحث العلمي وأكثرها سهولة، إن أنا بقول أنا هوصف شيء. طب هو بيقصد يعني بنقصد إيه بالتوصيف ده؟ التوصيف هو عملية تعريف أو تحديد ظاهرة معينة، الظاهرة دي بتكون موضع الدراسة أو البحث. مثال مثلا، في باحث قرر إن هو يقوم بإجراء دراسة ما بين متغيرين، العلاقة بين مثلا الدعاية أو الميزانية اللي تم تخصيصها للدعاية وحجم المبيعات. إذن هو هنا بيستخدم أو بيحاول يوصف الظاهرة دي. أو مثال تاني، بنحاول مثلا إحنا ندرس أثر متغير على متغير آخر، زي ما كنت خدت حضراتكم شرحت لكم المثل اللي كنت استخدمته في الماجستير لما قلت لكم أنا بدرس أثر العدالة التنظيمية على الأداء الوظيفي، يبقى دراسة أثر متغير على متغير أو علاقة ما بين متغيرين. زي مثلا اهو تأثير ضغوط العمل على عملية اتخاذ القرارات. الهدف التاني من أهداف البحث العلمي هو التنبؤ أو بسميه البريدكشن. طيب دي بتكون نوعية البحوث اللي بتهدف إلى إن احنا نتنبأ بنمط، بقيمة، بسلوك ظاهرة معينة. بتكون يعني عملية التنبؤ للقيمة أو للسلوك دي بتعتمد على بحوث وصفية تمت سابقاً، يعني الهدف الاولاني اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. طيب هي بتعتمد بالدرجه الاولى على وجود معرفه سابقه عن الشيء محل الدراسه، يعني يبقى لازم اكون عندي معرفه عشان اقدر اعمل تنبؤ. نشرح اكتر. اذا اظهرت البحوث الوصفيه وجود علاقه ما بين، يعني علاقه ارتباط بين سين وصاد، طيب الباحث بقى في ظل البحوث التي تعتمد على التنبؤ هيحاول هو يتنبأ بقيمه احد المتغيرين من خلال معرفه قيمه المتغير او المتغيرات الاخرى. يبقى في بحث وصفي اثبت علاقه ما بين، يعني علاقه ارتباط بين س وص، من خلال العلاقه اللي تم اثباتها في البحث الوصفي هيستطيع الباحث اللي عايز يعمل بقى عمليه التنبؤ ان هو يتنبأ بقيمه متغير من المتغيرات دي، يعني يتنبأ بقيمه المتغير. طب ناخد مثل. طيب في بحث وصفي اثبت مثلا وجود علاقه ما بين مستويات البدانه وضغط الدم. طيب إذا وجدت هذه العلاقة الارتباط ما بين مستويات البدانة وضغط الدم، يبقى هنستطيع إحنا كأطباء مثلا نتنبأ بالأمراض وبالأزمات القلبية. طيب مثال تاني، بمعرفة نتائج الاختبارات اللي مر بيها الموظف والمقابلات اللي مر بيها الموظف ودرجة تعلم الموظف هستطيع إن أنا أتنبأ بنجاح الموظف. الهدف الثالث اللي هو بسميه التفسير أو الإكسبلانيشن. نخلي بالنا من حاجة بقى، البحوث التي تحاول التنبؤ بمتغير معين، يعني اللي هي الهدف التاني اللي احنا لسه قايلينه، نتيجة معرفة قيمة أو قيم متغيرات أخرى بالاعتماد على البحوث الوصفية لا تؤدي بالضرورة إلى فهم أو تفسير ظاهرة معينة محل الدراسة. يعني البحث الوصفي اللي ساعدني إن أنا أتنبأ بقيمة معينة ده مش معناه بالضرورة إن أنا هقدر أفهم أو أفسر ظاهرة معينة محل الدراسة. التفسير يحدث عندما يعرف الباحث سبب أو أسباب الظاهرة محل الدراسة. يعني إمتى هيقدر يوصل للتفسير؟ لما يعرف الباحث سبب أو أسباب الظاهرة محل الدراسة، وده لا توفره البحوث الوصفية أو التنبؤية. يعني البحوث الوصفية بتديني قيمة، بتديني علاقة ما بين متغيرين بقدر من خلالها أعمل بحث أن أنا أتنبأ بقيمة، ولكن ده مش هيوصلني للتفسير. التنبؤ نوضح أكتر بإنتاجية العامل من خلال مستوى ذكاء العامل، يعني أنا كنت عارفة مستوى ذكاء العامل وبناء عليه تنبأت بالإنتاجية بتاعته أو بمعدل الإنتاجية. ده مش معناه إن الباحث يستطيع إن هو يجزم أو يفسر إن في علاقة ما بين الإنتاجية ومستوى الذكاء بتاع العامل. هو في بحث وصفي قال وجود علاقة ارتباط،
ولكن ده مش معناه انه في حاجة يقدر يجزم بيها ان في علاقة ما بين الانتاجية ومستوى الذكاء العامل. يعني النقطة دي تحديدا معناها ايه؟ التفسير او الفهم يأتي من خلال حاجة بنسميها العلاقة السببية اللي هي الكوزاليتي، والتي تختلف تماما عن مفهوم الارتباط اللي هي الكوريليشن. نشرح اكتر. يعني الباحث عشان يستطيع انه يفهم ظاهرة معينة عليه ان يتحقق من مجموعة شروط. عايز يعمل التفسير، عايز يوصل الاسباب، عايز يفهم الاسباب يعني اللي بتؤدي لظاهرة معينة، لازم اول شرط انه توجد علاقة ارتباط بين المتغيرين محل الدراسة، بمعنى ان زيادة احد المتغيرات بتؤدي الى نقص الاخر او العكس. يعني مثلا ناخد المثل بتاع العدالة التنظيمية والاداء الوظيفي، لو انا زودت ادراك العاملين للعداله هتوقع انه هتزيد، او هقدر افسر بانه هتزيد مستويات الاداء الوظيفي. طيب تاني شرط وجود السبب اللي هو بسميه الكوز قبل النتيجه او الايفكت، يعني السبب اولا ثم النتيجه. تالت حاجه استبعاد التفسيرات الاخرى المحتمله حتى لا يحدث تداخل او خلط بين الاحداث المسببه للنتيجه والاثر. طيب النقطة دي محتاجة ان احنا نشرحها شوية. في مثل هنقوله دلوقتي، نفترض ان احد الاطباء او مجموعة اطباء توصلوا ان في نوعين من العلاج لمرض الاكتئاب. عشان يقدروا يتأكدوا او يعملوا تفسير للظاهرة اللي هما بيدرسوها، هيعملوا مجموعتين، هيتم اختيارهم بشكل عشوائي بشرط ان يكون المجموعتين ليهم نفس الخصائص. وهيبتدوا يعملوا ايه؟ ياخدوا العلاج الاول يدوه للمجموعة ألف أو المجموعة واحد، وياخدوا العلاج التاني ويدوه للمجموعة اتنين، وبالتالي بعد كده يقدروا يدرسوا بقى الآثار المترتبة على المجموعتين ويوصلوا أنهي علاج كان أكثر فعالية للاكتئاب. لكن لو كانت المجموعة ما اختاروهاش بنفس الخصائص، يعني مثلا كانت في مجموعة سنها أكبر من 30 ومجموعة تانية كان سنها أقل من 30، فمش هيقدروا يقولوا إن العلاج هو نوعية العلاج هي اللي كانت السبب في علاج الناس او العلاج من الاكتئاب. ليه؟ لان في عنصر السن او عامل السن دخل في الموضوع. يبقى اذا انا لما اجي ادرس لازم اخلي بالي ان انا ما ادخلش اسباب اخرى قد تؤثر على او تؤدي الى التداخل او خلط بين الاسباب المسببه للنتيجه والاثر. انا كنت عندي مجموعتين، المجموعتين اخترتهم بنفس الخصائص، مجموعه اولانيه دخلت عليها العلاج الاولاني، المجموعه الثانيه دخلت عليها العلاج الثاني، وبخلي بالي ان انا ما يكونش فيه أي متغير زيادة هيعمل تداخل أو خلط في الأسباب المسببة للنتيجة والأثر. السبب اللي احنا قلنا عليه هنا اللي كان ممكن يلخبط أو يعمل تشويش على الدراسة إن احنا دخلنا مثلا عامل سن مختلف، لأ، الاتنين مجموعتين أصغر من 30 أو السنة أو المجموعتين أكبر من 30 سنة، لأن لو حصل تدخل عامل السن ما أقدرش استبعد عامل السن هنا في التفسير، وقد يكون الاستجابة للعلاج مرتبطة بالسن وليس فقط نوع العلاج. وده بسميه التأثير المختلط أو الكوفاوندد إفكت، أنا لازم أستبعده. إذا ثلاث شروط لازم أتحقق منها عشان يستطيع الباحث إن هو يفهم ظاهرة. يبقى في علاقة ارتباط بين المتغيرين، يبقى في سبب قبل النتيجة، بستبعد تفسيرات أي متغيرات أخرى هتحدث خلط في التفسير علاقة بين النتيجة والأثر. يعني نفترض ان حضراتكم هتضطروا ان انتوا تعملوا تجميع للبيانات من جهة معينة، فمطلوب منكم بتحضروا جواب وبيتمضي من ادارة الكلية، بيعدي على مراحل ويتختم، وادارة الجامعة وهكذا، عشان تقدروا تاخدوا موافقة مثلا زي الموافقات اللي بتاخدوا بيها تصريح امنية للدخول لجهة البحث لجمع البيانات. عشان نحقق اي هدف من الاهداف الثلاثة اللي احنا شرحناها للبحث العلمي، سواء كانت الهدف الاولاني احنا قلنا اللي هو التوصيف او التنبؤ، الهدف الثاني او التفسير، لازم اي بحث علمي هيمر بمجموعه مراحل. اول مرحله خالص عندي هي فكره البحث او الاسئله المبدئيه، تاني حاجه النظريه او الاطار العام، تالت حاجه اسئله وفروض البحث، تصميم البحث،
جمع البيانات، تحليل البيانات، تفسير النتائج، وكتابة التقارير. تالت هدف في محاضرتنا النهاردة اللي هو خصائص البحث العلمي. أول خاصية لأي بحث بقول عليه الهادفية، إنه البحث يكون هادف، اللي هو بالإنجلش بقول عليه purposiveness، وجود هدف. طيب مثلا أنا بدرس موضوع له علاقة بالتزام العاملين، ليه؟ لأن أنا كان هدفي إن أنا عايز أوصل لزيادة الربح، فكانت الدراسة بتوقع منها إنه زيادة التزام العاملين هتؤدي إلى انخفاض دوران العمل، وبالتالي انخفاض نسبة الغياب، ومنها هنتوقع زيادة الربح. تاني خاصية بنقول عليها الصلابة أو المتانة أو الريجر، بمعنى إن البحث لازم يكون قائم على أساس علمي، عنده منهجية علمية، عندي عينة علمية، عندي أساليب علمية بستخدمها من أول المنهج اللي بفكر بيه للحد المجتمع اللي هشتغل عليه لحد عينة البحث. بستخدم أساليب وأدوات وخطوات وإجراءات كلها بتنفي شبهة التحيز، لأن التحيز ده هيؤدي إلى يعني تشويه للنتائج وربما رفض النتائج بتاعة البحث. الخاصية الثالثة اللي هي بنقول عليها القابلية للاختبار أو التستابيليتي. طبعا احنا في الجزئية دي بنتكلم عليه، بنتكلم على صياغة الفروض، والفرض احنا قلنا هو سبب محتمل للظاهرة أو السبب الذي يساعد على حل الظاهرة. هنحط فرض، نقول الموظف الذي يتمتع بدرجة عالية من الالتزام هو الذي يأخذ فرصة في المشاركة في اتخاذ القرارات. يبقى ده الفرض اللي انا حطيته، انه لو زودت نسبة مشاركة الفرد او الموظف في اتخاذ القرارات هتوقع انه هيتمتع بدرجة عالية من الالتزام التنظيمي. الخاصية الرابعة القابلية للتكرار، او بسميها الـ replicability. دي معناها ايه؟ معناها ان انا اقدر اعيد تكرار البحث باستخدام او باتباع نفس المنهجية، بس مجرد ان انا هغير الظروف. يعني انا ممكن استخدم نفس منهجية باحث في بحث من البحوث السابقة اللي عملها أو دراسة سابقة عملها، ولكن أنا هغير مثلا العينة، هغير البلد اللي أنا بطبق فيها، وبالتالي يعني هقدر أقول إن هذا البحث لو أنا قدرت أوصل لنتائج مقاربة للبحث السابق، يبقى البحث السابق ده كان بحث ناجح، لأن أنا قدرنا نوصل لحاجة أسميها إن أنا قدرت أكرر البحث ده. مش بكرره طبعا بنسبة 100%، أنا قلت إيه، بنغير بعض الظروف، بغير مثلا العينة، بغير المجتمع بتاعي بتاع البحث، بغير البلد اللي أنا مثلا بشتغل عليه. وده زي ما قلنا للتأكد من مدى ثبات الدراسة الأولى. لو قدرت أنا بستخدم البحث اللي كان بيقول إنه في بحث سابق قال لي إن المشاركة في اتخاذ القرار هتؤدي إلى زيادة درجة الالتزام للعاملين، وبالتالي لو انا اخدت الدراسه دي واشتغلت عليها، مجرد ان انا غيرت مجتمع البحث او العينه او البلد وتوصلت لنفس النتيجه، اذا البحث النتيجه بتاعته عماله بتتكرر، يبقى هقدر ساعتها اقول انه المشاركه في اتخاذ القرار تعتبر محدد لزياده التزام العاملين، لان في اكتر من بحث وصلني لنفس الفرض اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب عندنا خاصيه كمان اللي هي الموضوعيه او الاوبجكتيفيتي، موضوعي اوبجكتيف. الفرد كان بيقول انه المشاركه في اتخاذ القرارات هتؤدي الى زياده الالتزام التنظيمي. طيب لو النتائج الاحصائيه اثبتت عدم وجود علاقه ما بين المشاركه في اتخاذ القرارات وزياده الالتزام التنظيمي، الباحث ملزم انه يعني بمعنى انه لازم ياخد النتيجه دي، هو ملتزم بالنتيجه اللي قالت ان لا توجد علاقه، ولا يصح ومن غير المنطقي انه ما يلتزمش بيها ويصمم على الفرض. يعني ما يقعدش يقول ايه، لا في علاقه ما بين اتخاذ القرارات والالتزام التنظيمي، لا، لان النتيجه الاحصائيه قالت ما فيش علاقه، يبقى هو لازم يلتزم. اذا موضوعي بتاكد لنا ايه، ان احنا نبتعد عن الاهواء الشخصيه والعاطفه. عندنا هدف كمان بنقول عليه القابليه للتعميم او الجنراليزابيليتي، جايه من جنرالايز يعني تو جنرالايز يعني اعمم. كل ما كانت قابلية التعميم زيادة، أو كل ما زادت القابلية للتعميم، كلما كانت فائدة وقيمة البحث كبيرة. طيب
بمعنى إذا الباحث توصل إنه المشاركة في اتخاذ القرارات هتؤدي إلى زيادة الالتزام التنظيمي للعاملين، بس لقى إن النتيجة دي تحققت مش بس في المنظمات الخدمية ولكن كمان في المنظمات الصناعية، يعني تحققت في أكتر من منظمة وليس منظمة بعينها، فهذا يعني أن قابلية النتائج للتعميم تكون كبيرة. إذا النتيجة بتاعت البحث تم إثباتها في منظمات خدمية مرة، في منظمات صناعية مرة، في قطاع طبي مثلا مرة، إذا كل ما بنزود القابلية للتعميم كل ما كانت قيمة وفايدة البحث كبيرة. خاصية الحرص بسميها الحرص أو البارسيموني. بمعنى إيه الحرص؟ بمعنى البساطة، يعني البحث يكون بسيط مش معقد في تفسير الظاهرة أو المشكلة، ويكون بسيط من حيث قابليته أو قدرته على إيجاد حلول لتلك المشكلة. بمعنى لو البحث توصل إنه في متغير أو أكتر من متغير، يعني لو البحث توصل إن في متغيرين أو 3 متغيرات من شأنها أو تستطيع أن تؤدي إلى زيادة الالتزام التنظيمي للعاملين بمقدار 45%، ده أحسن بكتير من إنه يقول إن في 10 متغيرات هتؤدي إلى زيادة الالتزام التنظيمي بمقدار 48%. يعني كثرة المتغيرات مش مهمة، إنما الأهم إنه يلاقي حاجة بسيطة وواضحة ويقدر يمسكها وملموسة، هما 2 أو 3 اللي فعلا هيزودوا الالتزام التنظيمي بنسبة تقترب من 50%، أحسن من 10 متغيرات. يعني 10 متغيرات، تعالوا نشوف كده صانع القرار لو احنا قلنا له عندك 10 متغيرات هي اللي هتخليك لو استخدمتهم تزود الالتزام التنظيمي للعاملين بمقدار 48%، ولا اقول له لا انت عندك 2 أو 3 بس هم اللي ممكن يزودوا لك لحد تقريبا 50%. طبعا 2 أو 3 متغيرات احسن من ان احنا نتكلم على 10 متغيرات. الهدف الرابع لمحاضرتنا النهاردة هنتكلم على مداخل البحث العلمي للحصول على المعرفة. أنا عايزة أوصل لمعرفة، طب هدخل بأنهي باب؟ زي ما بنقول عندي أكتر من مدخل أو أكتر من باب. كل مدخل هنلاقي فيه مدخل مقابل ليه. يعني أول مدخل خالص عندنا اللي هو بسميه المدخل الاستنباطي أو الديدكتيف، والمقابل ليه المدخل الاستقرائي أو الاندكتيف. المدخل الثاني المدخل التجريبي او البوستيفست، اللي قدامه او المقابل ليه المدخل التفسيري او الانتربريتيف. المدخل الثالث عندي هو المدخل الموضوعي او الاوبجكتيفست، والمقابل ليه هو المدخل البنائي او الكونستركتيفست. نبتدي بالمدخل الاستنباطي او الديدكتيف. طب يعني ايه كلمة استنباطي؟ الاستنباطي او ممكن اقول عليه بطريقة اسهل الاستنتاجي، يعني أنا بيكون عندي نظرية بينبثق منها الفرد، وآخد الفرد أو الباحث بياخد الفرد ويقوم باختباره. يعني في نظريات مثلا كتير أثبتت إنه لو إحنا التزمنا بمجموعة عوامل هتؤدي إلى زيادة المبيعات داخل المنظمة. طيب دي نظرية، يعني في نظرية قالت لو المنظمات عملت 1 2 3 4 ده هتكون نتيجته انه المبيعات بتاعة المنظمة هتزيد، يبقى النظرية موجودة. هيجي بقى الباحث ياخد النظرية دي وعلى اساسها هيحط الفرض، هياخد وليكن عامل من العوامل اللي في النظرية دي، فهيقول انه زيادة حجم الدعاية، ده الفرض بتاعه، اذا زاد حجم الدعاية اذا ستزداد قيمة مبيعات المنظمة، وياخد الفرد ده ويبتدي يمشي على خطوات البحث العلمي بهدف اختبار الفرد والوصول إلى النتيجة. في المقابل المدخل الاستنباطي أو الديدكتيف ده العكس بتاعه بسميه المدخل الاستقرائي أو الاندكتيف. لو احنا افترضنا ناخدها بطريقة سلسة كده، انه مدرس في الفصل عايز يشرح تعريف للطلبة، بس هو هيستخدم المدخل ده، هيعمل ايه؟ هيحط التعريف او مش هيحط تعريف اسف، هيحط المفهوم على السبورة ويبتدي يطلب من الطلاب ان كل واحد يطلع ايه اللي ممكن يكون فهمه لما ارى المفهوم. يعني مجرد المفهوم، يعني مثلا نفترض انه استاذ جامعي بيدرس مادة ادارة الموارد البشرية وبيشرح
النهارده مفهوم الأداء الوظيفي، فهيطلب من كل طالب إنه يفكر إيه اللي ممكن يكون تعريف للأداء الوظيفي. بيعمل حاجة بنسميها العصف الذهني أو البرين ستورمينج، وهيبتدي يكتب كل حاجة كل طالب بيقولها لحد ما في الآخر هيوصل معاهم للتعريف بتاع الأداء الوظيفي. إذن هو هنا عمل العكس، هو جمع من الناس المعلومات وعمل النظرية أو عمل المفهوم أو عمل أسفل تعريف. يبقى من معلومات الناس كون النظرية، ده هو المدخل الاستقرائي. يعني الباحث قدامه مشكلة، قدامه موضوع البحث، قدامه قضية اقتصادية مثلا معينة، هيستخدم مجموعة طرق مختلفة وأساليب مختلفة عشان يتوصل إلى نظرية معينة. إذا من خلال المشكلة الموجودة عنده، ومن خلال الملاحظات اللي هيعملها، ومن خلال أساليب وطرق جمع البيانات، هو هيتوصل إلى النظرية. إنما في المدخل الاستنباطي النظرية كانت موجودة، هو رجع للنظرية على أساسها قام بصياغة الفرض ثم قام باختبار الفرض. المدخل الاستقرائي العكس، المشكلة، القضية، موضوع البحث، هو بيقوم من خلال باستخدام طرق البحث المختلفة يكون الأفكار اللي هيطلع منها بالنظرية. المدخل التاني كان عندنا اسمه المدخل التجريبي، جاي من كلمة التجربة أو البوزيتيفست. الهدف منه إيه؟ إنه أنا بقوم بإجراء تجربة عشان أنا عندي فرض، عايز أثبت صحة الفرض أو أرفض الفرض. عشان كده بنقول ان المدخل التجريبي ده بيتبنى المدخل الاستنتاجي اللي احنا لسه كنا شارحينه او الديدكتيف. ممكن بعد ما الباحث يكون عمل التجربه واثبت الفرض، يعني استخدم المدخل الاستنتاجي، تمام، هيقدر ان هو بعد كده يجمع الحقائق ويتوصل الى نظريه معينه، ومن هنا يكون قد اتبع المنهج الاستقرائي. يعني المناهج او المداخل، او هنشوف دلوقتي في طرق البحث العلمي، ما هيش جزر منعزله او ابواب او حاجه محدده بشكل حرفي. يعني ممكن الباحث يدخل من مدخل لمدخل تاني، بس بالاستناد الى يعني تفسيرات منطقيه ليه هو دخل من المدخل ده للمدخل ده. يعني هنا الباحث كان عايز يعمل تجربه لانه كان عنده فروض، يبقى الباحث كان عنده نظريه، من النظريه طلع الفرض، وبالتالي اخذ الفرض ده عشان عايز يثبت صحته او يرفضه، فعمل تجربه. يبقى هنا استخدم المدخل الاستنتاجي لان كانت النظريه موجوده عنده. طب نفترض ان هو بعد ما جمع او بعد ما جمع المعلومات واثبت الفرض وطلعت النتائج، جمع معلومات جديده وحقائق، جمع كل الحقائق مع بعض وقدر يوصل لنظريه او لمبدا، يبقى هنا هو ابتدى بالمدخل الاستنتاجي وطبقه في التجربه، ومنه طلع للمنهج الاستقرائي لانه قدر ان هو بعد النتائج اللي حصل عليها وبعد ما جمع كل الحقائق قدر ان هو يأسس لنظرية او لمبدأ مثلا جديد. من وجهة نظر الناس اللي بتعتمد المدخل ده اللي هم بسميهم التجريبيون، المدخل التجريبي ده بالنسبة لهم مدخل ممتاز لانه مدخل موضوعي اوبجكتيف، ما فيهوش اي قيم ولا معتقدات ولا اهواء شخصيه. هو عندنا تجربه هنعملها، عندنا متغيرات هنقيسها، عندنا فرض هنحاول نثبته او نرفضه، وبالتالي هم شايفين ان هي ده المدخل بالنسبه لهم الامثل. ولكن هذا الموضوع ما زال محل جدل، لانه زي ما اتفقنا او هنتفق ان ما فيش مدخل بيكون احسن من المدخل التاني، كل مدخل له امتى نستخدمه وامتى ما نستخدموش وامتى ممكن استخدم اكتر من مدخل. طبعا اصحاب كل مدخل بيكونوا يعني عندهم درجة تمسك بالمبدأ او بالمدخل بتاعهم. المدخل التجريبي اللي احنا اتكلمنا عليه ده اللي هو فكرة ان انا بعمل التجربة وبختبر الفرد، بثبت صحته او عدم او بثبت عدم صحته، بستخدم المنهج الاستنتاجي، بيقابله بقى المدخل اللي هو بسميه التفسيري، جاي من كلمة التفسير اللي هو ايه؟ interpretative. المدخل ده بيستخدم بنسبة كبيرة في العلوم الاجتماعية، احنا بنصنف في علوم اجتماعية بنسميها social sciences زي الإدارة والمحاسبة والقانون. فكرة المدخل ده أو أصحاب المدرسة دي بيقولوا إنه احنا لا نستطيع أن نفصل الأفراد عن الأشياء المحيطة بهم. يعني أنا مقدرش إن أنا أتعامل بشكل جامد وأقول إن أنا عندي بحث بس مجرد إن أنا بحط فيه تجربة أو بحاول أثبت علاقة ما بين المتغيرين، مقدرش إن أنا أفصل الأشياء أو أفصل الأفراد عن الأشياء المحيطة به. هو فكرة
المدخل ده انه بيخلي الباحث يوصل لعدة تفسيرات للظاهرة بدل من مبدأ الحقيقة الواحدة اللي موجود في المدخل التجريبي. يعني المدخل التجريبي هو مدخل واقعي بيعتمد على الأرقام والأدلة والحقائق، ما بيدخلش الأفراد ولا بيدخل الجانب اللي ليه علاقة بالإنسان أو بإن أنا أخد رأي الشخص في التفسيرات بتاعته، هو قايم على حقائق وأرقام. عشان كده احنا بنقول ان المدخل التفسيري ده لا، هو بيساعد الباحث على انه يوصل لاكثر من تفسير بدل من ان هو يعتمد على مبدا الحقيقه الواحده، لان المدخل التجريبي هو معتمد على فكره 1+1=2، انما المدخل التفسيري فيه اكثر من مبدا او اكثر من يعني من وجه للحقيقه. نشرح اكتر. يعني اي ظاهره بتنشأ في خلال النظام الاجتماعي، يعني حتى لو أنا بدرس حاجة جوه المنظمات، بدرس سلوك تنظيمي، بدرس حاجة ليها علاقة بالتسويق، أنا مقدرش أعتمد على المتغيرات وأفصلها عن إن في جانب بشري في الموضوع قد يكون له تأثير. حتى لو بنتكلم عن حاجة مالية، أنا لا أستطيع إني أتكلم عن الشيء المالي وأستبعد، حتى لو أنا عندي نماذج هتديني أرقام معينة هقدر أتنبأ بيها بسعر الصرف أو بسعر السهم أو مقدرش أستبعد الجانب الإنساني في الموضوع. يعني إحنا عارفين حتى مثلا إنه مع ظل أزمة الكورونا دلوقتي، الخوف أو عدم التأكد أو الخوف من المجهول ده لاعب دور كبير جدا في انهيار البورصات، وبالتالي أنا مقدرش أعتمد فقط على الأرقام أو على النماذج الرياضية عشان أقدر أشتغل على الظاهرة اللي معايا، وده بناء على الفكر اللي هو بيتبعوه المدخل التجريبي. المدخل التفسيري بيقول لأ، في نظام اجتماعي، في عناصر لازم أخدها في اعتبار، لازم أفهم التفاعلات الاجتماعية علشان أقدر أفهم الأسباب اللي بتؤدي للظاهرة، وبالتالي أقدر أفهم النتائج اللي هوصلها. عندنا المدخل التالت هو المدخل الموضوعي أو الأوبجكتيفست. المدخل الموضوعي أو الأوبجكتيفست ده بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الكيانات الاجتماعية، يعني مثلا المنظمات، فرق العمل، دي عبارة عن كيانات لها وجود وهي كيانات منفصلة، يعني ليها شخصية اعتبارية منفصلة. الشخصية الاعتبارية لو الناس ما درستش حقوق، هي فكرة إن أنا بعتبر إن المنظمة دي كأنها كائن، ولكن هي مش كائن حقيقي، هي كائن اعتباري. عشان كده حتى بنقول المنظمة اشترت، المنظمة باعت، يعني كأنها بين قوسين كده إنسان. فهو بيقول المدخل ده إن الكيانات الاجتماعية زي المنظمات أو فرق العمل هي ليها وجود وهي منفصلة عن الناس اللي بيتعاملوا معاها أو اللي بينتموا ليها أو اللي بيشتغلوا فيها. هو بيعتبر إنه دي كيانات منفصلة، منظمات حاجة، الأفراد اللي بيشتغلوا جوه حاجة، المتعاملين مع المنظمة زي الموردين دول حاجة، كل دول كأنهم جزر كده أجزاء. ولكن في اعتراض كبير من الباحثين على المدخل ده. في مثال عندكم عن منظمات التعلم، المثال ده موجود حضراتكم في صفحة، حالا هنقولها، أيوة، في صفحة 36. يعني في مفهوم ظهر في الموارد البشرية تحديدا في الـ OB أو في السلوك التنظيمي كان اسمه منظمات التعلم. طيب لو احنا اعتبرنا المنظمة دي شخص اعتباري وطبقنا فيها مبدأ أو مفهوم منظمات التعلم، طيب السؤال هنا بقى، أيوة الأفراد بيتعلموا جوه المنظمة، بس أنا هقدر أقول هل هي المنظمة بنفسها بتتعلم؟ يعني أنا هقدر أقول المنظمة هي اللي بتتعلم؟ طب مين اللي بيعلمها؟ طب مين اللي هيقيم التعلم ده؟ يعني هي الفكرة كلها إن أنا لما اديت المنظمة الصفة إن هي شخصية اعتبارية وإن هي وجود وفصلتها عن العاملين، طيب هل العاملين انا فاهمه ان هم بيتعلموا وان هقدر اقيس الموضوع ده؟ طب بالنسبه للمنظمه انا هقيس ازاي كمنظمه انها اتعلمت؟ درجه التعلم ازاي هقدر اقيم التعلم ده؟ مين اللي علمها؟ عشان كده في اعتراض من المدخل. المدخل ده بيقابله بقى مدخل بسميه المدخل البنائي او الكونستركتيفست، جاي من البنى يعني. ده عكس المبدأ اللي فات، بيقول ان المنظمات ليس لها وجود منفصل عن الأفراد الذين يعملون بها، يعني كلهم الجزء، كل الأجزاء دي بتنصهر في الكل، مفيش حاجة اسمها إن المنظمات حاجة
وان الافراد حاجه وان العاملين او العاملين قصدي حاجه والموردين حاجه يعني كل طرف منفصل، لا هما كلهم اجزاء مجمعه في الكل. ان الوجود المفصل والمستقل لتلك الكيانات الاجتماعيه يكون فقط في ذهن الافراد الذين ينتمون او يتعاملون مع المنظمه، مديرون، عاملون، عملاء، موردون. يعني ما هماش منفصلين، هما كلهم في كل الاجزاء دي بتجتمع تحت الكل اللي هي المنظمه. طب هندي مثال اوضح شويه على كلمه البنائي. البنائي هي فكره المدخل البنائي، ان حضرتك من خلال المشاهده والملاحظه بتجمع بيانات وتبتدي في الاخر تتوصل الى المعرفه. هندي مثلا على الموضوع ده، لو حضرتك احنا بنشوف فيلم مثلا تسجيلي، طب الفيلم التسجيلي ده او الفيلم اللي ظهر لنا ده هو خلاصه منهج او مدخل بنائي. ازاي؟ الشخص جات له فكره، اخذ الكاميرا اهو، نزل الشارع، ابتدى يسجل ملاحظات، ابتدى يصور بالكاميرا مشاهدات، ابتدى ان هو يستبعد ناس معينين او مناظر معينه، بيركز في الكادرات بتاعته على زوايا معينه، على اضاءه معينه، ويستبعد كائنات او اشياء او افراد من الكادر. ابتدى حتى في الصوت يخلي باله ان هو عايز اصوات معينه تبقى موجوده واصوات مش موجوده، الاضاءه. بعد ما خلص عمليه الملاحظه والتسجيل والتصوير بكل تفاصيلها، بيرجع يقعد ويدخل على حاجه اسمها المونتاج، يبتدي يقصقص ويستبعد حاجات ويحذف لحد ما في الاخر هيوصل للشكل النهائي بتاع الفيلم اللي احنا بنشوفه. اذا الفيلم اللي طلع لنا في الاخر ده اللي هو نتيجه الشغل ده ما هوش وليد اللحظه، ده قائم على مدخل بنائي، قائم على مراحل هي اللي استخدمها الباحث او استخدمها الشخص اللي عمل الفيلم ده، مرحله مبنيه على الثانيه على الثالثه على الرابعه، ابتدت بفكره وصلت لتكوين الصوره الكامله. هي دي فكره المدخل البنائي، ان الشخص بيبقى عنده ملاحظات ومشاهدات بيبتدي يجمعها ويبتدي يعني يستخدم كل الاساليب والطرق لتكوين المعرفه. خلينا نقول ان مجموعه المداخل مش هتكون واضحه بالنسبه لحضراتكم الا لما تبتدوا تشتغلوا بنفسكم على البحث العلمي، يعني تبتدي تنفذ بحث علمي بنفسك. وقبل ما تبتدي طبعا تنفذ، زي ما قلنا ان احنا نقرا عن البحوث، يعني كل ما هقرا عن البحوث كل ما هشوف المداخل اللي استخدموها هتبتدي الصوره تبقى واضحه بالنسبه لي اكتر. لان يعني دلوقتي احنا بندي تفسيرات نظريه، بنحاول نوضح الفرق ما بين مداخل ومناهج، ولكن هي بتبان لما انا كباحث اقرا بقى في اقرا ابحاث وابتدي اشوف ايه المداخل اللي استخدموها وازاي ربطوا ما بين المدخل والعنوان ونوع الدراسه. يعني مثلا الهدف بتاعهم كان هدف تفسيري، طب استخدموا له مدخل شكله ايه، طب ايه الادوات اللي استخدموها لجمع البيانات، وهكذا. يبقى ان قراءه الابحاث هي اللي هتساعد ان انا افهم بشكل عملي اكتر من ناحيه المفاهيم اللي احنا هنقعد ناخدها في الماده ان شاء الله. وفي نفس الوقت لما حضرتك تبتدي تنفذ بايدك البحث العلمي هيبان الموضوع ده بشكل عملي كمان مع حضرتك. الهدف الخامس عندنا اللي هو انواع البحوث. برضو عندنا كل نوع هيبقى له مقابل نوع تاني، البحوث التطبيقيه والبحوث الاساسيه، البحوث الوصفيه وبيقابلها البحوث التفسيريه، البحوث الكميه والبحوث الغير كميه. البحوث التطبيقية والبحوث الأساسية. أول البحوث التطبيقية دي بسميها الـ Applied Research، اللي هي بيكون هدفها إن أنا أحل مشكلة معينة. مثلا الشركة ما بتحققش مبيعات المطلوبة، طيب المدير عايز يعرف الأسباب عشان بعد ما يعرف الأسباب يتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. إذا دي هنا هيعمل بحث، هسميه بحث تطبيقي عشان هو عايز يحل مشكلة معينة. اما في المقابل بقى عندي البحوث الاساسيه اللي هي البيزك ريسيرش، دي بقى هدفها، دي بسميها بحوث اكاديميه او بحوث نظريه، لان بيكون الهدف منها هو زياده مستوى المعرفه او النوليدج، من خلال ان انا الباحث بيحاول يفهم اسباب مشكلات المنظمه وكيف يمكن حلها. المعرفه اللي هقدر بيها اشكل او يعني احقق او انفذ البحث، هيبقى عندي بحث اتعمل اللي هو بحث او البحوث الاساسيه، هستخدم المعرفه اللي في البحوث الاساسيه دي علشان اعالج بيها
المشكلات اللي بتعاني منها المنظمات. يعني ممكن، وده اللي بيحصل في الغالب، ان البحوث الاساسيه دي هي اللي بتساعد المدير اللي عنده مشكله في شركته انه يعمل البحث التطبيقي. طيب تعالوا ناخد مثلا، في عندنا استاذ جامعي، المثل ده موجود عند حضراتكم في صفحه 37، قرر انه يعمل بحث على العوامل التي تؤثر على نسب الغياب، وقدر من خلال البحث ده ان هو يوصل الى مجموعه عوامل هي اللي بتؤدي الى نسب الغياب او بتؤثر على نسب الغياب، منها مثلا مرونه ساعات العمل، عدم كفايه برامج التدريب، انخفاض الروح المعنويه. دول كانت مجموعه اسباب توصل ليها. بعد ما توصل للاسباب دي واثبتها في البحث الاساسي بتاعه، نفترض ان جه مدير بعد كده عايز يعرف ايه الدوافع او العوامل اللي ممكن تأثر على نسب الغياب، لأنه لاحظ إنه في نسبة غياب عالية عنده في الشركة. هيلجأ بقى للبحث اللي عمله الأستاذ الجامعي ده، ويبتدي ياخد العوامل دي ويطبقها عنده عشان يشوف إذا كانت ممكن تكون هي دي فعلا الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع نسب الغياب عنده أو أثرت على مستويات الغياب بالنسبة له في المنظمة طبعا. يعني خلي بالنا إن في صفحة 37 آخر سطر فيه غلطة بس مطبعية، المفروض بالبحوث الأساسية، مش بالبحوث التطبيقية. نوع تاني من البحوث، البحوث الوصفية والبحوث التفسيرية. أي باحث هيبتدي يعمل دراسة هيسأل نفسه نوعين من الأسئلة. السؤال الأول، ما الذي يحدث لو هو عنده ظاهرة؟ يبقى ده السؤال ده هو معناه ان هو عايز يعمل بحث من البحوث الوصفيه، اللي هو بالانجلش بيقول وات، بيسال نفسه سؤال وات. النوع الثاني او النوع الثاني من الاسئله، هو هيسال نفسه لماذا يحدث، يبقى هو عايز يعمل بحث تفسيري اللي هو بسميه الواي، او بيسال نفسه واي. يبقى في فرق ما بين وات وواي. البحوث الوصفيه ممكن حد يفتكر انها سهله، لا هي مش سهله، لان هي مثلا نفترض الاحصاءات اللي بيقوم بيها المركز او الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن التعداد السكاني، دي مش حاجه سهله ابدا مع انها بحوث وصفيه، انه بيعمل رصد وتعداد وبعد كده يبتدي يقسم انواع ومستويات عمر وتوزيع جغرافي، فدي كلها بتبقى بحوث وصفيه لكنها مش سهله. فكره انه البنك المركزي يبتدي يشتغل على مؤشرات اقتصاديه مثلا، دي بحوث وصفيه ولكن هي مش بالبحوث السهله زي ما الناس متخيله. طيب البحوث الماديه دي بقى بتنقسم الى نوعين، ممكن تبقى بحوث ماديه كونكريت او تجريديه اللي هي الابستراكت. طيب ازاي بقى؟ البحوث الوصفيه الماديه او الكونكريت، زي مثلا ان انا عايز اصف او اعرف او احدد قيمه نسبه الذكور والاناث العامله في شركه معينه، او متوسط عمر العماله في شركه معينه. اما النوع الثاني في البحوث الوصفيه اللي هو البحوث التجريديه او الابستراكت، دي بتطرح اسئله عامه، يعني اسئلتها زي ايه؟ ما هو مستوى الفقر في المجتمع؟ دي اسئله بقى او يعني اكثر عموميه، وبالتالي اصعب في ان انا اقدر ان انا اشتغل عليها. طيب هل البحوث الوصفيه منفصله عن البحوث التفسيريه، او لو عملت ده ما اقدرش اعمل ده؟ لا، في عندي قاعده بتقول ممكن اشتغل من ماذا الى لماذا. نفترض مثلا حضرتك كباحث عملت بحث، او في باحث من الباحثين عمل بحث بيصف بيه او بيحدد بيه الجريمه في بلد ما. طيب قدر ان هو يصف التطور في الجريمه دي من فتره الى اخرى، قدر ان هو يقارن ما بين معدلات الجريمه في هذه البلد وبين بلدان اخرى. كل ده هو في مرحله الماذا، وكل ده في مرحله البحوث الوصفيه، بيحدد جريمه، بيصف التطور من فترة إلى أخرى، بيقارن ما بين معدلات الجريمة في البلد دي وبلدان أخرى. بعد ما خلص البحث الوصفي ده، ممكن ينتقل بقى إلى نوع آخر من الأسئلة. يعني ممكن يسأل إيه؟ لماذا ينتشر نوع بعينه من الجرائم مقارنة بباقي الأنواع الأخرى؟ إذا هنا هو تحول إلى بحث تفسيري، لأنه سأل لماذا، عايز يفهم، عايز يفسر، اللي هو الواي. لماذا يزيد معدل الجريمة في بلد عن البلدان الأخرى؟ يبقى هو ممكن يكون ابتدى بالوصفي وتحول إلى التفسير عادي جدا. يبقى هنا نقدر نستنتج إن الأسلوب الذي يتبعه الباحث في تصميم بحثه هيتأثر بنوع الأسئلة التي يريد الإجابة عليها،
هل هو عايز يجاوب على أسئلة وصفية ولا أسئلة تفسيرية؟ وده في الآخر هيتأثر بإيه أو هيأثر على إيه؟ يعني نوع الأسئلة اللي بيسألها لنفسه هيأثر على نوع المعلومات التي سيتم جمعها. يعني حسب هو كان عايز يعمل بحث وصفي أو بحث تفسيري، فبيسأل نفسه أسئلة. الأسئلة اللي بيريد الإجابة عليها بتكون أسئلة وصفية أو تفسيرية. طيب نوع الأسئلة دي بدوره هيأثر على نوع المعلومات اللي هيجمعها. لما بيكون البحث بتاعه ماذا متوسطات أعمار، نسب ذكور وإناث، ما هو الفقر في المجتمع، يبقى دي الأسئلة بتاعته هنا كلها كانت أسئلة وصفية. يبقى نوع الأسئلة دي هتأثر على نوع المعلومات اللي هو عايز يجمعها. أما لو سأل نفسه لماذا يزيد معدل الجريمة في هذه البلد مقارنة ببلدان أخرى، يبقى نوع السؤال ده، لأنه السؤال هنا تفسيري، هيأثر على نوع المعلومات اللي هو عايز يجمعها. عندنا آخر مقارنة في البحوث هي البحوث الكمية والبحوث الغير كمية. البحوث الكمية اللي بسميها الكوانتيتيف، جاية من كم، من كوانتيتي. البحوث دي بتستخدم المدخل الاستنباطي أو الاستنتاجي في اختبار النظرية. احنا قلنا مدخل استنباطي أو الاستنتاجي، عندي نظرية هطلع منها فروض وهختبرها. طيب البحوث الكمية بتستخدم أرقام، وبانها بتستخدم ارقام هنلاقي انها هيبقى هنا اكيد بتتبنى انهي مدخل بقى، المدخل التجريبي او البوستيفست، لو احنا قلنا بيعتمد على الارقام والحقائق. وبانها بتعتمد على المدخل التجريبي او البوستيفست، يبقى هي بتتبنى وجهة النظر الموضوعية. يبقى هي تعتمد على وجهة النظر الايه، الاوبجكتيف، في الاشياء التي تقوم ببحثها. يبقى هنلاقي ان حاجة متركبة على حاجة. بحوث كمية، مدخل استنباطي عشان عندي نظرية وعايز اختبرها. طيب المدخل الاستنباطي ده بيستند الى او بيتبنى كمان المدخل التجريبي او البوزيتيفست. شايفين احنا ممكن نتداخل ازاي ما بين يعني في يحصل تداخل ما بين مدخل والتاني او منهج والتاني. البوزيتيفست او التجريبي بيتبنى وجهة نظر اكيد موضوعية، لانه بيعتمد على ارقام وحقائق في الاشياء التي يقوم ببحثها. المقابل بقى البحوث الغير كمية اللي بسميها كواليتيتيف، جاي من كواليتي. طيب دي بقى هترتبط بالعكس بقى، بمدخل استقرائي اندكتيف، لان هي كلام، مشاهدات، ملاحظات هجمعها بغرض ان انا عايز اوصل لنظريه معينه. طبعا بمعنى انها معتمده على المدخل الاستقرائي، يبقى هي بتستخدم برضو المدخل التفسيري اللي هو الانتربريتيف، وده هيساعدها طبعا. او المدخل الانتربريتيف ده اللي هو التفسيري ما هوش بقى موضوعي، لان انا هنا ايه، بسمع راي الناس، بسمع أفراد العيلة بتاعتي، بعمل معاهم مقابلات، بجمع المعلومات مش بس في ضوء أرقام إحصائيات، لا أنا بتعامل مع آراء. يبقى بالتالي هستخدم إلى جانب المدخل التفسيري في ارتباط وثيق معاه اللي هو بسميه المدخل اللي هو فيه سبجكتيف، لأن هنا بقى مش هيبقى موضوعي بنسبة 100%، لأنه أنا إيه، المدخل التفسيري ده هيساعدني إن أنا اللي هو بنقول عليه وجود العديد من التفسيرات الذاتية. كل شخص، كل فرد من افراد العينه لما هتكلم معاه هيديني ملاحظه هتفرق معايا في التحليل بتاعي. اذا البحوث الغير كميه دي بتحاول ايه، انها تقوم بانشاء وبناء المعرفه بدلا من ايجادها في الواقع. اصحاب المنهج التجريبي البوستيفست، الحقائق موجوده والنظريات موجوده، هما بيحاولوا يثبتوها او يثبتوها، يثبت صحه الفرض او يرفضوه. انما البحوث الغير كميه بتعتمد على كونستراكتنج، بناء الحقيقه، بجمع ملاحظات ومشاهدات، بستخدم كل طرق اجراء البحث العلمي وجمع المعلومات و عشان اوصل في الاخر ان انا هاسس نظريه، هاسس نتيجه، هبني الحقيقه والمعرفه بدلا من ايجادها في الواقع. ولكن الاتجاه العالمي، واللي ان شاء الله باذن الله هنتكلم معاه، يعني هنتكلم على الجزئيه دي في محاضرات لاحقه باذن الله، ما بقتش تعتمد بشكل جامد على يا اما اعمل بحوث كميه او بحوث الغير كميه، يا اما اعمل كوانتيتيف بس يا اما اعمل كواليتيف بس. لا، بنقول انه الاتجاه الحالي ان انا اعمل ما يسمى بالبحوث المختلطة. البحث الكمي احنا قلنا اعتمد على المدخل الاستنباطي او الاستنتاجي، التجريبي، الموضوعي. طب البحوث الكيفية احنا قلنا استقرائي، تفسيري، انشائي. في بقى البحوث المختلطة اللي هتاخد هنا وهنا. ان شاء الله باذن الله انا هشرح لكم الجزئية دي لما اجي اتكلم على رسالة الدكتوراه اللي انا عملتها، لان انا الحمد لله قدرت ان انا اشتغل على المنهجين، فعملت اللي هي الميكست ابروتش، لان العالم متشابك، لانه لم
لم يعد هناك ما يسمى، او لم يعد هناك مقبول، او يعني ان احنا نعتمد فقط على الارقام. الارقام يعني لوحدها بنقول عليها الارقام صماء، ما اقدرش اعتمد بس على المدخل الكمي، ما اقدرش اعتمد بس على المدخل الكيفي، ولكن شطارة الباحث او قدراته او امكانياته او فكرة ان هو عايز يعظم الفايدة من البحث بتاعه، فبيحاول ان هو يستخدم المنهج او الاتجاه العالي الحالي العالمي اللي هو الميكست ابروتش، ان هو يعمل مزيج ما بين المنهجيتين، الارقام والاراء بتاعت الشخصيات، الارقام وافراد العينة هيقولوا ايه. هنشوف بقى لما نيجي نتكلم على الادوات في البحوث الكميه والادوات في البحوث الكيفيه، ازاي ممكن انا استخدم الاثنين، ازاي ممكن اطلع من النوع ده من البحوث الكميه للبحوث الكيفيه. اخر هدف لمحاضرتنا النهارده عناصر الاسلوب العلمي. الاسلوب العلمي اللي هنفكر بيه وهنمشي بيه بيعتمد على مجموعه خطوات. اول حاجه النهج العملي، الملاحظات، الأسئلة، الفروض، التجارب، التحليلات، الاستنتاجات، تكرار الأبحاث. دي سلسلة كده ماشية ورا بعض، أي حد بيشتغل بمنهجية علمية بيمشي عليها. زي ما اتكلمنا عن مراحل البحث العلمي، الأسلوب العلمي برضو في التفكير ماشي بنفس التسلسل ده. طيب النهج العملي اللي هو الـ empirical approach، بمعنى انه الباحث بيعتمد على منهج عملي، يعني هو بيشتغل بطريقه ان هو قائم على جمع ادله. الادله دي بتعتمد على الملاحظه المباشره، بتعتمد على التجربه عشان يحصل على المعرفه الجديده. يعني هو بيبقى ماشي باسلوب عملي بعيد عن المشاعر والاحاسيس والتخمينات. هو مش بيخمن ولا بيعتمد على مشاعره، لا، هو عنده منهج عملي قائم على الملاحظات والتجربه عشان يوصل للمعرفه. طبعا الكلام في الجزئيه دي كلها، الثمان نقط اللي جايين دول اللي هم في اسلوب عناصر البحث العلمي، دول كانهم ملخص للي احنا كنا قلناه. الملاحظه، الملاحظه دي يعني ملاحظه ما يجري حولنا، ده نوع ان احنا نلاحظ اللي بيحصل حوالينا، زي تجربه نيوتن كان قاعد تحت الشجره فجاه بيبص لقى التفاحه وقعت، بيبص التفاحه دي وقعت ازاي، طب جت منين، ومنها قدر ان هو يوصل لقانون الجاذبيه اللي اشتغل عليه بعد كده مجموعه الباحثين اللي جم بعديه. النوع الثاني من الملاحظه هو فكره ان انا اعمل ملاحظه بس مختلفه بقى، بعمل حاجه اسمها ايه، اجراء قياسات دقيقه. يعني في باحث عايز يدرس علاقه ما بين متغيرين، عنصر الزمن مهم في العلاقه، هيستخدم هنا بقى ايه عشان يلاحظ العلاقه ما بين المتغيرات، هيستخدم قياس ذو درجه عاليه من الدقه عشان يقدر ان هو يحسب الوقت المنقضي ما بين حدثين، يعني في حدث اول وحدث تاني واللي عامل الزمن ده هيلعب دور مهم. يبقى هو مش هيعتمد على الملاحظه كده بالعين، لا، ده هيستخدم جهاز قياس ذو درجه عاليه من الدقه عشان يقدر يحسب ويشوف الوقت المنقضي ما بين الحدثين. في الجزئيه دي حاجه مهمه قوي لازم نعملها، الباحث بيقول عليها التعريف الاجرائي او بنسميه الاوبريشنال ديفينيشن. دي خاصية من الخصائص المهمة جدا في عملية القياس. طيب ناخد بقى مثل للكلام ده، في نرجع تاني برضو هنقول في مثل عند حضراتكم في صفحة 43. طيب في باحث قرر ان هو يدرس العلاقة ما بين التمرينات الرياضية ومستوى الضغط. جميل، الموضوع جميل جدا، بس قبل ما يبتدي بقى يشتغل على الموضوع لازم يعمل حاجة مهمة جدا، يعمل حاجة اسمها تعريف للمفاهيم اللي هو هيشتغل عليها. طيب لازم يسأل نفسه، هو أنا أقصد إيه بالتمرينات الرياضية؟ ده مصطلح مطاطي وواسع وبيشمل حاجات كتير. هل مثلا نقصد بيها ممارسة الجري، ولا مثلا رفع الأثقال، ولا السباحة، ولا القفز، ولا كل ما سبق؟ إذا أول خطوة هيعملها يعمل تعريف إجرائي، بمعنى تعريف المصطلح ده، يقصد إيه بالتمرينات الرياضية، علشان يقدر إن هو بعد كده يبتدي يشتغل على دراسة العلاقة ما بين التمرينات الرياضية ومستوى الضغط. الأسئلة، النقطة الثالثة اللي هي كانت الأسئلة، الأسئلة دي فكرة إنه الباحث بعد ما حدد
موضوع الدراسة أو فكرة البحث لازم يبتدي يحط لنفسه أسئلة تتحول هذه الفكرة بنقول إلى أسئلة قابلة للقياس، يعني أسئلة قابلة للإجابة، لأنه ما يقدرش يحط فكرة بحث تطلع منها أسئلة بحثية لا يستطيع الإجابة عليها. يعني مثلا ما يقدرش يسأل نفسه برضو في صفحة 44 المثال ده بيقول إيه، هل هناك نسخة طبق الأصل مني في العالم الآخر؟ سؤال صعب قوي محدش يقدر يوصل له، يعني ايه العالم الاخر نسخه طبق الاصل مني؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ده مش هقدر الاقي له اجابه. ولكن لو هو بعد ما حدد في المثال اللي عندنا بتاع التمرينات الرياضيه قال ان هو يقصد في التعريف الاجرائي للتمرينات الرياضيه هو القيام بممارسه الجري لمده 30 دقيقه 3 مرات في الاسبوع، طب ده كده حدد التمرينات الرياضيه. فهيبتدي يقول هل هناك علاقة ما بين التمرينات الرياضية في ضوء التعريف اللي احنا لسه قايلينه للتمرينات الرياضية وتقليل مستوى الكوليسترول مثلا في الدم؟ يبقى ده سؤال قابل للإجابة، لأنه هيقدر يستخدم كل التقنيات وكل الأساليب وإجراءات البحث العلمي عشان يوصل للإجابة على هذا السؤال، لكن ما يحطش سؤال غير قابل للإجابة. النقطة الرابعة هي الفروض، أو بنسميها الهايبوثيسز. الفرض زي ما قلنا سبب محتمل الظاهرة أو سبب يساعد على تفسير الظاهرة، بنقول عليه كمان تخمين علمي للإجابة على تساؤل البحث، بشرط إن التخمين ده يكون قابل للاختبار. تاني، التنبؤ ده من السمات المميزة لجميع أنواع الفروض. أبسط أشكال صياغة الفروض، عندنا فصل كامل عن صياغة الفروض، إن أنا أقول إذا حصل كذا سيكون كذا. مثلا نختني مثال ممارسة الرياضة، إذا قام الشخص بممارسة الرياضة بناء على التعريف اللي احنا قلناه اللي هي ممارسة الجري 3 مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة، ده هيؤدي إلى أو ستكون النتيجة انخفاض نسبة الكوليسترول مثلا في الدم. إذا التنبؤ ده اللي أنا قايلاه دلوقتي ده في المثل ده قابل للاختبار من خلال إن أنا هجمع البيانات من الأفراد العينة وابتدي أحللها. النقطة الخامسة، التجربة أو الاختبار الاكسبيرمنت. طيب انا حددت فكره البحث، حولتها لاسئله، قمت بصياغه الفروض، هبتدي انفذ بقى. تنفيذ البحث هو التجربه، يعني هبتدي اعمل اختبار للفرض اللي انا حطيته. هقسم الناس لمجموعتين، مجموعه هخليها تمارس الرياضه 30 دقيقه نص، يعني نص ساعه لمده 3 مرات في الاسبوع، وشوف التاثير ده على نسبه الكوليسترول في الدم. مجموعه تانية مش هخليها تمارس الرياضه وابتدي اقيس الفرق في النتائج. نقطة مهمة جدا ودي هنتكلم عليها بشكل تفصيلي لاحقا ان شاء الله، فكرة ان المقياس اللي بستخدمه ايا كان المقياس اللي هقيس بيه لازم يكون فيه صفتين، الصلاحية او الفاليديتي او الثبات. بمعنى المقياس اللي انا هستخدمه ده عشان اقيس بيه الظاهرة لازم يكون المقياس ده مصمم فعلا لقياسة الظاهرة دي. يعني الاختبار، نفترض ان مجموعة علماء علم نفس صمموا اختبار لقياس ذكاء الاطفال، لازم يكون المقياس ده صالح لقياس ذكاء الاطفال وليس لقياس اي ظاهرة تانية. يعني المقياس اللي هم عملوه ده عشان قياس ذكاء الاطفال ده مقياس مصمم لمعرفة او لقياس درجة المهارات المعرفية، يبقى ما ينفعش ان المقياس ده استخدمه عشان اقيس المهارات الجسدية. لا، هو المقياس ده معمول عشان ايه؟ عشان يقيس مهارات معرفية للطفل، بقى يكون صالح لقياس الظاهرة. أنا عايز أعرف مستوى ذكاء الأطفال فهستخدم المقياس ده، لأن المقياس ده مصمم لقياس ذكاء الأطفال، لقياس المهارات المعرفية. الثبات بقى بمعنى إيه؟ اللي هي الريلابيليتي، إن كل مرة هستخدم فيها المقياس هيديني نفس النتيجة. ما ينفعش إن المقياس اللي أنا بستخدمه كل مرة استخدمه يديني نتائج مختلفة، لازم يكون فيه ثبات. يعني انا دلوقتي استخدمت الميزان عشان اعرف وزني، المفروض الميزان ده يكون فيه شيء من الثبات، يعني كل مره هستخدمه هيديني، طبعا انا بتكلم على فكره بافتراض ان مفيش اي تغيرات حصلت على الوزن، يبقى هيديني دايما نفس الوزن. يبقى المقياس بيكون بنقول عليه صالح، صالح يعني ايه؟ يعني نستطيع الاعتماد عليه في قياس موضوع الدراسه او ظاهره محل الدراسه، وثابت بمعنى انه إذا تم استخدامه أكتر من مرة في أكتر من زمن في أكتر في سياق مختلف في بلدان مختلفة سيقوم بإعطاء نفس النتائج. مقياس أو اختبار بتاع ذكاء الأطفال ده
ده مقياس معمول ومعروف، اذا استخدمته في مصر مش هيفرق عن لو استخدمته في دولة اجنبية، لانه هو معمول في شيء من ادوات ان انا اقدر اعتمد على هذا المقياس ان هو يكون ثابت، يعني ما بيختلفش باختلاف زمان ولا مكان. تحليلات، طبعا الباحث استخدم المقياس زي ما قلنا عليه، مقياس بيكون فيه صلاحية وثبات، مقياس دقيق، مقياس يستطيع ان هو يقيس الظاهرة محل الدراسة وبيعطيني نفس النتائج اذا قمنا بتكرار التجربة في اي ظرف في اي مكان وهكذا. هيجمع بقى البيانات وابتدي يستخدم الاساليب الاحصائية لتحليلها. الاسلوب الاحصائي اللي هيستخدمه الباحث، وده المفروض ان شاء الله هتاخدوه حضراتكم في جانب في ماده التحليل الكمي، هو بيتوقف على اسلوب تصميم البحث، ايه الاسلوب اللي هيستخدمه عشان يصمم البحث، نوع البيانات اللي هو عايز يجمعها، ونوعيه الاسئله اللي هو بيسعى للاجابه عليها. يعني هو بيحط قدامه الثلاث نقط دول، هما دول اللي بيحددوا له ايه هو الاسلوب الاحصائي اللي هو هيشتغل عليه. يعني مثلا بيدرس في البحوث الوصفيه علاقه ما بين متغيرين، يبقى بيدرس علاقه ارتباط، يبقى هيستخدم الكورليشن تيست او الايه ده كده اسلوب من اساليب الاحصائيه. الهدف من الاسلوب الاحصائي اللي هو تقليل فرص الوصول الى استنتاج خاطئ حول العلاقه بين متغيرات الدراسه. يعني هدف من الاساليب الاحصائيه انها تعلي لي نسبه صحه دراسه العلاقه ما بين متغيرات الدراسه. الاستنتاجات، طبعا بعد ما هيحلل البيانات باستخدام طبعا الاساليب الاحصائيه هياخد قرار سواء هيقبل او يرفض الفرد. فاذا مثلا في نفس المثال بتاعنا توصل انه فعلا ممارسه الرياضه ادت الى انخفاض نسبه الكوليسترول في الدم، في حال انها ثبتت هيقدر يقول انها ظاهره معنويه، بمعنى انه خلاص نبتدي نعرف انه ممارسه الرياضه دي الجري 30 دقيقه 3 مرات في الاسبوع هتؤدي الى انخفاض نسبه الكوليسترول في الدم. ونرجع ناكد تاني ان وجود علاقه ارتباط ما بينهم، ما بين ممارسه الرياضه وانخفاض الكوليسترول، ده مش معناه علاقه سببيه. احنا بكده بنكون خلصنا الفصل الاول والمحاضره الثانيه. اتمنى تكون حضراتكم استفدتوا ووصل لكم الاهداف اللي احنا كنا عايزين نوصلها من المحاضره دي، وان شاء الله اذا في اي اسئله هنتواصل ان شاء الله بالايميل، وهيكون عند حضراتكم في المحاضرة الجاية بإذن الله.